ولا ارمن ولا كده، تقريبا ما فضل منهم ناس. فانا ما استطيع اقول لك انه الناس اشارت الحكم وفق الشريعه الاسلاميه، بغض النظر عن الناس فهمها للدستور اللي هو نعم حتطبق فيه الشريعه فهم صحيح ولا مغلوط، لكن حاله الانزعاج مؤكد نعم عليه. دكتور مصري مرقص، رئيس جمعية القديس يوسف وعضو المنظمة السودانية تعايش، كنت ضيف من خلال نافذة. أتمنى أنه يعني أدينا ولو رسالة صغيرة جدا لكل السودانيين الحابين يعيشوا في سلام ووئام مع الآخر. شكرا جزيلا، أنا سعيد هذه الفرصة الطيبة اللي خلتني أقول كثير من ما قادر أقوله في أماكن وإن أخرى. شاء الله نتيح فرصة أخرى بإذنه تعالى. شكرا لك يا شكرا دكتور. جزيلا. مشاهدينا وصلنا إلى السادسة مساء، وقت أخبارنا السياسية.